اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله دي كياس مينيونز عشان الايه، ممكن لو عندي حفلات او اي مناسبه كده نقدر ان احنا نستخدمهم. واو بص بقى عليه هنا، اتنين مينيونز بيسقفوا ايديهم على ايد بعض، شكلهم جامد جدا والالوان بتاعتهم فعلا فظيعه. تعالوا نفتح بقى ونتفرج على كيس ونشوف يا ترى هيكون شكله عامل ازاي من جوه. الله مستعدين؟ هنفتح بقى الكيس كده. اهو بصوا بقى فتحناه بمنتهى السهوله. بصوا بقى الكيس، هو اللون بتاعه شكل واحد بس، بنفتحه بقى كده. دول كيسين اتنين ولا كام، مش عارفه اعدهم دلوقتي. ممكن انا ادخل بقى ايدي بمنتهى السهوله اهي، شفتوا؟ الله دول جامدين جدا جدا جدا، والكيس ده فعلا فظيع، معجبه بيه قوي. زي ما قلتلكم ممكن نستخدمه في اي حاجه بقى، ناخده معانا المدرسه او نحط فيه هديه لحد من صحابنا، او لو عندنا اي مناسبه ممكن احنا نستخدمه. بصوا بقى كمان الباك جراوند بتاعته شكلها جامد جدا، تحس انه عليه كده اكسسوارز. واو انا عن نفسي معجبه بيها قوي. الكيس الفظيع ده والكيس التاني برضو عليه نفس الشكل، هما اتنين بس بالظبط. اتمنى اصحابي انهم يكونوا عجبوكم، بليز قولي لي رايكم فيهم في الكومنتات، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. دوحشوني يا اصحابي، باي باي.